بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الكرام في كل مكان، طلاب العلم النافع بإذن الله العلي العظيم. اليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع المحاضرة العاشرة في سلسلة محاضرات أساسيات علم وظائف الأعضاء واحد أو أساسيات الفسيولوجي. وكما تعودنا إن شاء الله تعالى نبدأ باستعراض ما تم تدريسه وتسجيله من مواضيع في هذه السلسلة من المحاضرات حتى يستفيد منها طلابنا الكرام الذين ينضمون إلينا حديثا، في إذا كانوا مهتمين بتعلم هذه المواضيع اللي إحنا قمنا بتسجيلها خلال الفترة الماضية. المحتوى كما ذكرنا سابقا، هذا المحتوى يحتوي على أو تم شرح ما هو المقصود بالأساسيات العامة لعلم وظائف الأعضاء وعلاقتها بالعلوم البيولوجية الأخرى والعلوم التطبيقية الأخرى، وتم ذكر مقدمة عن التركيب العامة للمكونات الحيوية لجسم الإنسان والكائن الحي، مكونات الخلوية وما تتضمنها من عضيات الخلية والنواة والتراكيب اللي موجودة في معظم الخلايا الجسمية. ثم تطرقنا بعد ذلك إلى ذكر أنواع الأنسجة العامة وارتباطها مع بعضها البعض وتنوعها، ثم ذكرنا أعضاء الجسم والأجهزة اللي بتتكون منها هذه الأعضاء. عفوا، الجزء الثاني من المقرر كان يتعلق بجهازنا العصبي، وأطلقنا هذا العنوان التحكم العصبي ووظائف الجهاز العصبي، وشرحنا فيها أمور كثيرة طبقا للوقت المتاح لهذا المقرر، حيث أنه يدرس في فصل دراسي واحد لطلابنا الكرام. وذكرنا ما هو المقصود بالتآزر والتحكم العصبي ووظائف العامة للجهاز العصبي وأقسام الجهاز العصبي، مركزي وطرفي، الدماغ والحبل الشوكي. وذكرنا الأجزاء التشريحية والتركيبية والوظيفية لكل جزء من أجزاء الجهاز العصبي. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى شرح بعض الوظائف العامة كوظيفة القوس المنعكس اللي بتقوم بها بعض المراكز اللي موجودة في الحبل الشوكي وفي المخ. وانتقلنا بعد ذلك إلى التعرف على أنواع الخلايا العصبية تركيبيا ووظيفيا، وبعد ذلك انتقلنا إلى شرح آلية وتكوين الإشارة العصبية أو السيال العصبي من خلال الخلية العصبية وخلال التشابكات العصبية. وانتقلنا بعد ذلك أو سننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى الجزء الثالث والأخير من هذا المقرر، وهو الحديث عن التآزر الكيميائي والهرمونات، وهنا هيكون محور كلامنا عن جهاز الغدد الصماء. بنذكر بعضنا بالصور اللي دائما وابدا بنستخدمها في المحاضرات اللي بنقوم باعدادها، بتكون موضحه لينا وبتكون مشوقه لتطبيق الكلام اللي احنا بنشرحه مع بيانات وصور واقعيه للتفاصيل اللي احنا بنتكلم عليها. وده في علم البيولوجي انا بحس ان هو شيء مفيد جدا لطلابنا الكرام على مختلف مستويات التذكر والفهم وزي ما نقول الاستعداد حتى للامتحانات. بنذكر ان كنا بنتكلم عن جهازنا العصبي، وليه بنتكلم عن جهاز الغدد الصماء كبدايه لسلسله المحاضرات في اساسيات وظائف الاعضاء، لان الجهازين كما ذكرنا هما بيتحكموا في كل الوظائف العامة لأعضاء وأجهزة الجسم المختلفة، وبيقوم بعملية التآزر والتكامل والتنسيق فيما بينهما، كل حسب طبيعة عمله. جهازنا العصبي زي ما احنا شايفين وبنذكر جهاز متصل تشريحيا، مخ وحبل شوكي، تمام، ثم مجموعة من الأعصاب الطرفية، جزء منها في المخ منطقة الوجه، وجزء يذهب إلى باقي أطراف الجسم
من الحبل الشوكي، وهذا التركيب التشريحي المتصل بيسمح لسيطرة كاملة لجهازنا العصبي على كل أجزاء الجسم، بما فيها جزء مهم من السيطرة على جهاز الغدد الصماء اللي بيقوم بدوره باستكمال عمليات التآزر واستكمال عمليات التحكم في وظائف محددة ومعينة، زي ما هنشوف مع بعض في سلسلة المحاضرات اللي هتبدأ إن شاء الله تعالى من المحاضرة السابعة الجزء الأول. جهاز الغدد الصماء زي ما احنا شايفين جهاز غير متصل تشريحيا، مجموعة من الغدد الكلاسيكية، وهناك مجموعة من الأجزاء اللي تم اكتشافها في جسم الإنسان تفرز مجموعة من مواد شبيهة للهرمونات في مناطق محلية زي هرمونات الجهاز الهضمي وهرمونات اللي موجودة في عضلات القلب وهكذا، مش هتطرق ليها بتفصيل لأن دي تفاصيلها في المقرر اللي إن شاء الله تعالى عملناه وبنستكمله، مقرر الغدد الصماء. الغدد اللي موجودة عندنا، موجودة عندي مجموعة من الغدد هنذكر لها بعض المعلومات في المخ، ودي اللي بتعمل نوع من أنواع التكامل والاتصال ما بين المخ بتركيبه كجهاز عصبي وباقي الغدد اللي موجودة عندي في جسمي. فعندي بلاقي منطقة تحت المهاد بتفرز مجموعة من الهرمونات العصبية، ثم منطقة الغدة النخامية وهي وصلة مهمة ما بين جهازنا العصبي ممثل في منطقة تحت المهاد اللي جزء من المخ وباقي الغدد زي الغدة الدرقية والغدة الكظرية والغدد المناسل والبنكرياس وهكذا، وده اللي هنتعرض عليه أو هنتعرف عليه أثناء دراستنا للجزء المتبقي من هذا المقرر اللي هيبدأ إن شاء الله تعالى بداية مع هذه المحاضرة. موضوع التآزر الكيميائي والهرمونات اللي هو يحمل معنى آخر وهو جهاز الغدد الصماء، تحدثنا عن التآزر الكيميائي والوظائف الرئيسية للجهاز الإفرازي والهرمونات في عدة محاضرات شرحنا فيها بعض المعلومات العلمية ليس بالتفصيل الكبير للغرض والهدف من محتوى هذه السلسلة وهي أساسيات علم وظائف الأعضاء، ولكن إن شاء الله تعالى بنوعدكم إن يكون في سلسلة محاضرات فيها تفاصيل كثيرة عن جهاز الغدد الصماء، جهاز الهام الذي يجب دراسته باستفاضة لطلاب البيولوجي وطلاب الكليات الصحية. اليوم إن شاء الله تعالى محاضرة العاشرة والمحاضرة الحادية عشر والمحاضرة القادمة هندي نبذة مختصرة عن جهاز الغدد الصماء الكلاسيكية اللي موجودة في جسم الإنسان، الغدة الصنوبرية تحت المهاد، الغدة النخامية، الغدة الدرقية والجار درقية. هنتكلم إن شاء الله تعالى عن بعض المعلومات الأساسية بالنسبة لهذه الغدد الخمسة والهرمونات اللي بتفرزها وأهم الوظائف اللي بتقوم بها. هتبقى عندنا في المحاضرة القادمة الجزر البنكرياسية والغدد الكظرية. زي ما احنا شايفين جهاز الغدد الصماء الشكل التشريحي جسم الإنسان عندنا مناطق مهمة جدا. الأول هنذكر إن في مناطق اللي احنا قلنا عليها الغدد الصماء الكلاسيكية وفي غدة صماء مايسترو بتتحكم في بعض الغدد الأخرى، لكن عندنا في البداية في منطقة تسمى تحت المهاد ذكرناها أكثر من مرة في المحاضرات السابقة في جزء الجهاز العصبي وفي جزء علاقة الجهاز العصبي بجهاز الغدد الصماء. تحت المهاد حطنا حتى بلون آخر عشان نبين إن دي منطقة وصلة ومنطقة اتصال ما بين جهازنا العصبي المركزي ممثل في الدماغ والغدة النخامية اللي برضو حاطينها بلون مختلف عشان الغدة النخامية هي غدة مايسترو من خلال إفراز بعض الهرمونات المحفزة اللي بيجي لها أمر من منطقة تحت المهاد بتسيطر على تحفيز وإفراز الغدة الدرقية، ننزل تحت شوية الغدة الكظرية والمناسل.
تمام، ودول كلهم قدرينهم بلون واحد عشان نبقى عارفين ان دول تحت تأثير مباشر ومهم جدا من الغدة النخامية. وبرضو عشان نكون اكثر دقة، الغدة الكظرية عندها منطقة القشرة هي دي اللي تحت تأثير مباشر من الغدة النخامية الأمامية، لكن منطقة النخاع تحت تأثير مباشر من الجهاز العصبي الذاتي السمباسيرو. نيجي عندنا بقى لغدتين تانيين، الغدة جار أو الغدد جار الدرقية اللي موجودين تشريحيا 4 غدد مطمورين داخل الغدة الدرقية، غدد مستقلة بيكون تحفيز إفرازها لتغير في مستويات الكالسيوم في الدم، وهنذكر ده في حينه. ثم الجزر البنكرياسية وهي شهيرة جدا بإفراز الإنسولين، ثم الجلوكاجون، وهنتكلم عليها المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. ثم عندنا في غدة لوحدها كده موجودة ومكان تواجدها برضو في الدماغ، وهي الغدة الصنوبرية، وهذه الغدة مميزة بإفراز هرمون معين يتأثر مباشرة بتأثير عصبي من عصب في العين نتيجة اختلاف في شدة الضوء واختفاء الضوء ما بين الليل والنهار. دي فكرة عامة عن الغدد اللي احنا هنتكلم عليها في هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. الجزء المتبقي من هذا المقرر سنقوم بوصف وشرح بعض من هرمونات الفقاريات. طبعا احنا واخدين الانسان نموذج عندنا ذات الأهمية الكبيرة في التحكم وتنظيم الوظائف الفسيولوجية لبعض أجهزة الجسم الرئيسية. وهنا قلنا كنا التحكم يعني ركزنا على انه تحكم في عمليات الكيميائية والأيض والنمو والتكاثر والتي تم دراستها بالتفصيل بحثيا وعلميا. ايه اللي تم دراسته بالتفصيل بحثيا وعلميا؟ الهرمونات اللي احنا هنتكلم عليها، لان ما زال الابحاث العلميه بتدينا بعض المعلومات عن بعض المواد اللي شبيهه بالهرمونات او ممكن لاحقا تنضم الى الهرمونات كرسل كيميائيه بيتم افرازها من بعض الخلايا المتخصصه في وظائف أخرى، ولكن موجد إنها بتفرز هذه الهرمونات. ولكن هذه الهرمونات اللي بنتكلم عليها وبنشملها في هذه المحاضرة والمحاضرة التالية تم دراسة مستفيضة عليها من ناحية أهميتها الفسيولوجية والطبية، وأبحاث كتير عرفتنا معلومات مهمة هنتكلم عن بعض منها في جزء الأساسيات. ولذلك بنقول تم دراستها بالتفصيل بحثيا وعلميا من ناحية طبيعتها تركيبها وطريقة تخليقها اللي شرحناها وكيف يتم إفرازها وتعمل إزاي على الخلايا المستهدفة وطرق تكوينها وإفرازها وتأثيراتها والأعراض المرضية التي تنتج عند حدوث أي خلل بالزيادة أو النقصان في كميتها في الدم سواء بالزيادة أو النقصان زي ما قلنا. وبالتالي إن شاء الله تعالى لما هنعمل محاضرات متخصصة بقى في الإندوكرينولوجي أو الغدد الصماء هنتكلم على الحالات المرضية الخاصة بالزيادة والنقصان من المعلومات المتاحة لنا في المراجع العلمية. تعتبر آليات عمل الهرمونات الثدييات هي الأكثر فهما، وده اللي اتكلمنا عليه من خلال شرح آلية عمل الهرمونات طبقا لطبيعتها الكيميائية وذوبانها في الدهون أو ذوبانها في الماء، حيث أن معظم حيوانات التجارب التي تستخدم في الأبحاث العلمية، عشان كده بنذكر ده وحفز طلابنا اللي إن شاء الله تعالى يتخرجوا من الجامعة واتجهوا إلى الأبحاث العلمية عشان إن شاء الله تعالى يفيدونا بأبحاث قيمة وعلم ينتفع به إن شاء الله تعالى. معظم حيوانات التجارب اللي استخدمت عشان ندرس التفصيل الخاص بهذه الهرمونات وعملها هي بتستخدم في مختلف المعامل والمعاهد، وهي حيوانات ثديية مثل الفأر الأبيض الكبير والصغير والأرنب والقط والكلب والقرد عفوا، لأنها من ناحية انتمائها لمجموعة الفقاريات ومجموعة الثدييات هي طبعا هتكون أقرب لنا فهما لما يحدث في الهرمونات في جسم الإنسان، لأن صعب جدا إن احنا نعمل أبحاث كتيرة وفيها نوع من أنواع الدراسة التفصيلية على الإنسان مباشرة، وإن كان في بعض الأبحاث بتتم من دراسات إكلينيكية لبعض الحالات المرضية أو بعض الحالات اللي فيها مشاكل في الغدد الصماء.
هنشوف عندنا هنا عشان مثال برضو تقارب ما بين الفقاريات. طبعا هنا السمك مش بالثدييات، ولكن احنا بنقول مجموعة الفقاريات دي في تقارب كبير ما بالكم بالثدييات ما بين مجموعة الغدد اللي موجودة في الإنسان وفي هذه المجموعة من الفقاريات. يعني بشوف تحت المهاد ممثل في منطقة الدماغ برضو في الأسماك، ثم الغدة النخامية موجودة، الغدة الدرقية عبارة عن مجموعة من الخلايا موجودة، وفي عندي هنا الغدد جار درقية موجودة في الإنسان مش موجودة في الأسماك، ثم منطقة القناة الهضمية موجود فيها بعض الإفرازات المناسبة لهذه الأسماك. احنا طبعا في الإنسان في القناة الهضمية بعض الهرمونات اتكلمنا يمكن سريعا عليها، وقلنا دي اللي بتسمى الهرمونات أو المواد غير التخصصية من ناحية عدم إفرازها من غدد صماء، ولكن تفرز من القناة الهضمية اللي ليها وظيفة الهضم، لكن بعض الخلايا بتفرز هرمونات تحفز أو تساعد في عمليات الهضم. ثم الجزر البنكرياسية موجودة في الإنسان وفي السمك، قشرة الغدة الكظرية موجودة هنا وهنا، ولكن هنا هنشوف عندي النخاع اللي موجود في الكظرية، وطبعا مرتبط هنا بالكظرية في الإنسان، ولكنه في السمكة موجود في منطقة قريبة من القشرة. ثم منطقة المناسل ما بين الإنسان الذكر والأنثى، الأسماك منطقة المناسل موجودة فيها في منطقة معينة، وبعض الأسماك بيكون عندها الجزئين من المناسل داخل جسمها، وبالتالي هو مجرد صورة تمثيلية لتشابه كبير في مجموعة الفقاريات ما بين الغدد وبعضها، ثم ما بين الهرمونات إلى حد كبير أو بعض الهرمونات إذا أردنا الدقة في إفرازها، ويقترب التشابه إذا دخلنا في مرحلة الثدييات. وزي ما قلنا قبل كده إن الإنسولين اللي بيتم استخدامه في علاج مرضى السكر اللي بيتم حقنه بالإنسولين هو مستخلص من البنكرياس اللي موجود في الغنم أو في الخنازير، للتشابه الكبير جدا بينهم في التركيب والتأثير المطلوب. كذلك فإن البشر كانوا دائما أهداف للأبحاث العلمية الأكثر غضارة، وقد أوضحت الأبحاث أن جميع الفقاريات تتشارك في غددها الصماء المتشابهة زي ما احنا هنا شرحنا، فجميع الفقاريات تمتلك غدة نخامية مثلا، وكلها تمتلك غددا درقية وغددا كظرية أو الخلايا المشابهة ليها في التركيب، ومناسل طبعا عشان التكاثر، غير أنه توجد بعض الاختلافات الهامة في الأدوار الوظيفية لهرمونات هذه الغدد في الفقاريات المختلفة. ليه احنا بدأنا بالمعلومة العامة دي او المعلومات العامة دي في هذا الجزء الخاص بجهاز الغدد الصماء فقريات دي؟ عشان طلابنا اللي بيدرسوا البيولوجي في اقسام الزيولوجي اقسام علم الحيوان، او في الكليات التربية بيدرسوا علم البيولوجي اللي هيقوموا ان شاء الله بتدريسه لطلاب مراحل التعليم مختلفة، فبنذكر هذه المعلومات تمهيدا لان احنا هنتكلم بقى بشوية تخصص عن هذه الغدد في الإنسان اللي زي ما قلنا دراسة أكثر غزارة لمعرفة هذه التأثيرات حتى يتم حل المشاكل المرضية سواء كان بالزيادة أو نقصان لهذه الغدد. سوف نقوم في المحاضرات التالية بدراسة مختصرة لهرمونات الغدد التالية في الإنسان زي ما احنا شايفين كده على الرسم الثاني عندي الجميل ده، الغدة الصنوبرية أو الجسم الصنوبري، منطقة تحت المهاد، كل دول موجودين في الدماغ وترافقهم الغدة النخامية، ثم بعد كده الغدة الدرقية في منطقة الرقبة مطمور فيها 4 غدد جار درقية، ثم الغدد الكظرية فوق الكليتين اليمنى واليسرى، ثم الجزر البنكرياسية مش البنكرياس كله، البنكرياس زي ما احنا عارفين غدتين، غدة خارجية الإفراز والجزر اللي هي خاصة بالهرمونات، ثم المبيضان والخصيتان في الذكر والأنثى، دول برضو من ضمن الغدد المهمة في عمليات التكاثر، ولكن لا يبدأ عملهم إلا بعد مراحل البلوغ عمل كامل إن شاء الله تعالى. نبدأ سريعا مع الغدة الصنوبرية، وزي ما احنا شايفين شكل الغدة الصنوبرية وموقعها، الغدة الصنوبرية موجودة في منطقة في الدماغ ده مكانها قريبة من
منطقة المهاد وتحت المهاد، وقريبة من منطقة المخيخ، وقريبة من منطقة ساق المخ أو جذع المخ، فهي بالتالي عصبية المنشأ، ولكن بتفرز هرمونات عصبية، عشان هنعرف بعد كده ان الهرمونات دي او الهرمون ده بالذات هرمون اسمه ميلاتونين له تأثير مهم على الساعة البيولوجية والايه مراحل النوم العميق في الانسان. يبقى دي الغدة الصنوبارية ومكانها تشريحيا زي ما احنا شايفين في الايه المخ. هذه الغدة مخروطية الشكل وتأخذ شكل حبة الصنوبر أو الصنوبر الصغيرة، وتقع في البطين الدماغي الثالث داخل المخ، ده موقعها التشريحي. تفرز هذه الغدة هرمون شهير، هرمون بيبتدي في تركيبه يسمى الميلاتونين أو الميلاتونين، وعديد من المواد الأخرى الشبيهة اللي مازال في كلام على تأثيراتها لأنها بتفرز بكميات قليلة جدا. طب الهرمون بقى الرئيسي اللي تم عليه شغل، وظائف هذا الهرمون انه يساعد على النوم، يدخل الانسان في مراحل النوم العميق في بداية ساعات النوم في الليل، ودايما مرتبط بالليل، وتنظيم الساعة البيولوجية. وكلنا عارفين في حاجة اسمها ساعة بيولوجية او السيركاديان ريسم في الدماغ بتاعتنا، بتختلف من اشخاص لاشخاص حسب وظائفهم وطبيعة عملهم، ومن البلاد اللي فيها فترات نهار مختلفة عن فترات ليل مختلفة وهكذا، من خلال بعض تأثيراته على الجهاز العصبي المركزي. يبقى تأثير المادة أو تأثير الهرمون على مين؟ على الجهاز العصبي المركزي، ودي أحد التأثيرات النادرة للهرمون على الجهاز العصبي، لكن احنا شفنا سابقا أن كل التأثير من الجهاز العصبي على مين؟ على جهاز الغدد الصماء، تأثير الأعلى، تأثير الأقوى، تأثير السيادي، تمام؟ ولكن دي من أحد التأثيرات النادرة أو القليلة لتأثير هرمون على الجهاز العصبي المركزي. هذا بالإضافة طبعا الجهاز العصبي المركزي أصدنا خلايا أو الأعصاب أو مراكز اللي موجودة في الدماغ، هذا بالإضافة لأنه يؤثر في إفرازات الهرمونات المنظمة للمناسل، ودي أحد الوظائف اللي تم برضو الحديث عنها وإثبات نتائج علمية ليها. من الغدة النخامية، يعني الهرمونات المنظمة للمناسل اللي بتفرز من النخامية الأمامية، ومن النخامية الأمامية موجودة في منطقة الدماغ، لقوا إن الميلاتونين ممكن يؤثر على هذه الهرمونات وهنتكلم عليها في وقتها. وأيضا تثبيط عملية التبويض في المبيض، تمام، وذلك من خلال تثبيط إفراز الهرمون المحرر للهرمونات المنظمة للمناسل من منطقة تحت المهاد. واحنا شفنا عندنا في الصور اللي شفناها في بداية الكلام على الغدة الصنوبرية ان منطقة الغدة الصنوبرية اللي هي ارجو انها تكون واضحة في الصورة الصغيرة دي اللي بتفرز الميلاتونين قريبة من تحت المهاد، قريبة من الغدة النخامية، قريبة من المخيخ، وقريبة من ساق الدماغ، فهي بتؤثر على افراز الهرمونات المنظمة للمناسل اللي بيتم افرازها من الغدة النخامية، والهرمونات المحررة للهرمونات المنظمة للمناسل في منطقة تحت المهاد، يعني بمعنى أوسع هي تؤثر على المناسل من خلال تأثيرات على هرمونات معينة محررة ومحفزة من تحت المهاد ومن النخامية الأمامية. زي ما احنا شايفين في الصورة هنا عندنا تأثير الضوء والظلام في إفراز هرمون الميلاتونين، الشمس والقمر، النهار والليل، وزي ما احنا شايفين كده حتى السهم كده بيقول لي ده الضوء اللي بيخش العين، وده اللي هنعرف ازاي بيأثر على الميلاتونين. فكمان جزء النهار والليل اللي هو السيركاديان ريسم اللي هو الساعة البيولوجية، تنظيم امتى بالنهار الانسان بيكون اكتف وعنده نشاط عالي وفيه هرمونات بتفرز لمساعدته في هذا النشاط، وامتى بالليل بيخش الانسان في الراحة والسكون عشان يستعيد توازن جسمه الداخلي وتعزيز مخزون الطاقة اللي فقده اثناء فترة النهار. افراز هرمون الميلاتونين مرتبط بايه بقى؟ يتوقف على وجود الضوء، والضوء هنا يعتبر هو المثير او المحفز اللي موجود في البيئة الخارجية، حيث يزداد إفراز الميلاتونين عندما يقل الضوء في الليل، يعني علاقة عكسية، بينما يقل إفرازه عند زيادة كمية الضوء في النهار. يبقى العلاقة عكسية، لما بيكون ليل وظلام يزيد إفراز الميلاتونين،
اما يكون نهار وضوء يقل افراز الميلاتونين. يعني في علاقه، والصوره دي يمكن برضو بتقرب لينا المفهوم اللي احنا بنتكلم عليه، افراز هرمون الميلاتونين دي الغده السنيباريه او البينيال جلاند، ده الموقع بتاعها. هنمشي كده مع السهم ده بالعكس، السهم ده بيقول لي بيوصلني لفين؟ بيوصلني للاوبتيك نيرف اللي هو العصب البصري. العصب البصري طبعا هو المسؤول عن تحديد الضوء اللي داخل للعين. فلما بيكون عندي الضوء بيختفي، الدنيا ظلام زي الشكل العام كده للصورة، هيحصل ايه؟ هيحصل إثارة من العصب البصري، هيدي إشارة إن الدنيا ظلام. هذه الإشارة تروح أو تذهب، سوري، تذهب إلى البينيال جلاند، تحفز في إفراز مين؟ هرمون الميلاتونين. وده كمان مرتبط بالساعة البيولوجية، تبدأ في توقيت معين، جسم منظم على هذا. لو الإنسان متعود ينام في وقت معين ويستيقظ في وقت معين، فبيلاقي عند الساعة البيولوجية كمان مرتبطة بهذا الأمر. حتى لو الضوء ما خفتش بيبتدي إفراز هرمون الميلاتونين. وإحنا كلنا عارفين إن إحنا من صغرنا لما نيجي ننام بنبتدي نغمض عينينا، حتى لو في مكان في مازال لمبه مضاءه او في بصيص ضوء داخل، احنا بنغمض عينينا تمهيدا لعمليه الريلاكسيشن ودخول الجسم في مرحله من مراحل الاستسلام للنوم. الاستسلام للنوم يعني ايه؟ يعني بيبتدي عندي النشاط الجسمي ينزل لاقل معدلات له، طبعا مع الاحتفاظ بالتنفس والدوره الدمويه ومراقبه مراكز المخ لكل ما يدور في الجسم، ولكن بيكون اقل استخدام للطاقه لجسمي كله. طب بغمض عيني يعني ايه؟ يعني بعمل نوع من انواع التعتيم على العصب البصري، يعني بقول له ابتدي نبه لمين؟ للبينيال جلاند. ما بالنا بقى لو مثلا الحجره اللي بننام فيها اساسا ظلام دامس واحنا بنغمض عينينا، ده بيساعد على دخول الانسان في النوم العميق ويظبط معاه الساعه البيولوجيه. تحصل الغدة الصنوبارية على المعلومات من الضوء من البيئة المحيطة عن طريق الممرات العصبية زي ما شفنا كده في الرسم البسيط ده اللي جاية من العين، وبالتالي دي المعلومات اللي بتخلي الغدة الصنوبارية تفرز الهرمون بكميات كبيرة أو تقلل من إفرازه. مع بزوغ الشمس وابتداء الضوء يبقى موجود عندي في المكان اللي نايم فيه، حتى لو المكان مغلق ومازال ظلام، لو انا الساعه البيولوجيه عندي منضبطه هلاقي البينيال جلاند تقلل من افراز الميلاتونين ويبتدي عندي مرحله الاستيقاظ تبدا. تمام. طيب لو انا الاوضه عندي فيها مكان لدخول الشمس بيبقى العمليه دي اسرع شويه. ده ببساطه شديده الموضوع الخاص بالغده الصنوبريه وهرمون الميلاتونين. هنا هنتكلم عن الغدة التانية اللي هي الوصلة ما بين جهازنا العصبي وجهاز الغدد الصماء اللي هي منطقة تحت المهاد، وتكلمنا عليها كثيرا. هذه المنطقة اللي هي الهايبوثالاموس ترتبط بحاجة اسمها ساق المخ بالغدة النخامية، ودي اللي هنتكلم عليها بعد تحت المهاد، ولكن ده الوضع التشريحي. وزي ما احنا شايفين السهم الأحمر ده أو النقاط الإشارات الحمراء بيقول لي هو بيأثر على الغدة النخامية، والهايبوثالاموس مركز مهم جدا لإشارات عصبية ذاتية للتأثير على القلب وبعض الأمور الأخرى، نتيجة إن منطقة تحت المهاد بيتجمع فيها معلومات كتيرة جدا عن الحالة الداخلية للجسم، وبالتالي إشارات للغدة النخامية عن طريق هرمونات عصبية قلناها قبل كده وهنتكلم عليها دلوقتي، ثم إشارات عصبية للتحكم في بعض الوظائف الأخرى. فلا ننكر هذه الإشارات العصبية مع التحكم الهرموني اللي هنتكلم عليه أو خاص بهذا الجزء. ننتقل ببعض التفصيل لغدة تحت المهاد وأهميتها وعلاقتها بالغدة النخامية. تعتبر هذه المنطقة بعض الكتب بتسميها تحت السريرية أو تحت المهاد الاسم الشائع، جزءا من الدماغ الأوسط تركيب الدماغ، وتتواجد قرب الغدة النخامية، وتعتبر من أهم أجزاء الجهاز العصبي لتلقيها زي ما قلنا كثير من المعلومات وسيطرتها على الغدة النخامية وسيطرتها على
أنظمة عصبية ذاتية كثيرة، حيث تقوم بدور رئيسي في العديد من الوظائف العصبية والحيوية، من أهمها التحكم في تنسيق الجهاز العصبي الذاتي، تمام، والنشاطات غير الإرادية مثل تنظيم سرعة القلب وحركة الطعام بالقناة الهضمية، تقلصات المثانة البولية، تنظيم درجة حرارة الجسم، كما يعمل كمنظم ومؤقت للعديد من الوظائف أو النظم الحيوية الدورية. دي أهمية تحت المهاد. طب احنا عايزين الجزء الخاص بينا في الغدد الصماء. يعتبر تحت المهاد الوسيط بين الجهاز العصبي ومنظومة الغدد الصماء. ليه؟ لأنه بيحفز الغدة النخامية وتوجيهها لعملها بالإفراز للهرمونات المنظمة التي تحثها على إفراز هرموناتها أو تثبط من هذا الإفراز. تركيب التشريحي القريب تحت المهاد والغدة النخامية الأمامية والخلفية. كمان تحت المهاد متخصصة في إنتاج هرمونين مهمين جدا، هرمون الأكسيتوسين يعمل على انقباض العضلات الملساء للرحم أثناء الولادة، والهرمون الكابح للتبول اللي هو الأنتي ديوريتيك هرمون يقلل من كمية البول المتكون بالكلى، يعني بيحافظ على المية اللي في جسمي المفروض تكون موجودة حسب الحالة الفسيولوجية والثبات الداخلي لمستوى المية المطلوب يكون في جسمي. وبالتالي هنشوف مع بعض كده الرسم الجميل ده. دي منطقة تحت المهاد مملوءة أو فيها عدة أعصاب إفرازية، تمام، تركيبها عصبي ولكنها تفرز هرمونات عصبية بتفرزها في الدم، وده قلناه قبل كده ولكن بنكرر. فهنمسك منطقة منطقة، دي منطقة تحت المهاد كلها، وعندي هنا في حاجة اسمها الفص الأمامي من النخامية، وفي حاجة اسمها الفص الخلفي من النخامية، أو النخامية الأمامية والنخامية الخلفية، وهنشوف لما نتكلم عليها إن في فرق بينهم في التركيب وفرق في الوظيفة، ولكن خلينا نركز على تحت المهاد. تحت المهاد هنا مصدر الهرمونات اللي هي المحررة. لمين الهرمونات دول التلاتة أو التلات أعصاب دول مثلا بنتكلم؟ دول بيفرزوا هرمونات محررة، ونخلي بالنا من كلمة محررة ذكرناها قبل كده، يعني دورها تحرير هرمونات متكونة فين؟ في النخامية الأمامية. فبتفرز هذه العوامل أو الهرمونات، بعض الكتب بتسميها عوامل وبعض الكتب بتسميها هرمونات، تفرز هذه العوامل أو الهرمونات المحررة عن طريق الدم، والدم ده واصل بمين؟ واصل بالخلايا الجسدية، مش خلايا عصبية زي دي، دي خلايا جسدية، خلايا عادية جدا، خلايا غدية بتكون مجموعة من الهرمونات، وزي ما شايفين حتى الشكل 1 2 3 4 5 6، 6 مناطق مختلفة، وكل منطقة منهم مسؤولة عن تكوين هرمون معين هنتكلم عليه. هنا عندي بقى لما الهرمونات المحررة تنطلق في الدم وتصل إلى الأهداف بتاعتها، وصلت للمنطقة دي، هتحفز المنطقة دي لإفراز هرمونات متكونة فيها، وكلها هرمونات بروتينية اللي هنا، ولذلك بتكون مخزنة، والمحرر يعمل إيه؟ يحرر المتخزن. إيه اللي عندي هنا وهنتكلم عليهم في وقتها، لكن لازم نذكرهم هنا. في عندي الجروس هرمون اللي هو هرمون النمو، عندي تي اس اتش هرمون المحفز للدرقية، الاي سي تي اتش الهرمون المحفز لقشرة القذر، الاف اس اتش الهرمون المحفز للخصية والمبيض في حالات معينة هنتكلم عليها، كمان هرمون اللوتنة او الترونيزنج هرمون، وهرمون البرولاكتين، وده هدفه الغدد الثدييه لارضاع الاطفال الصغار. يبقى هرمونات النخاميه الاماميه كلها تحت سيطره مين؟ تحت سيطره منطقه تحت المهاد. وابتدينا نفهم ونعرف ايه اسامي الهرمونات دي، لكن عايزين نعرف ايه الهرمونات المحرره دي، ايه اساميها؟ هنشوفها في الشريحه القادمه. قبل ما نسيب الصوره دي، طب المنطقه دي ايه علاقتها برضو بالنخامية؟ لا، دي علاقتها بالنخامية الخلفية مباشرة، لانها هنا مباشرة بتخلق وبتنتج هرمونين مهمين جدا، ملهاش دعوة بقى بالتحرير، هنا بتنتج هرمونين ينطلقوا الى الجسم، مصدر هرموني المانع لإضرار البول وهرمون الاكسيتوسين، فبتكونهم وتنقلهم. شايفين هنا الاعصاب دي الافرازية واصلة لغاية النخامية الخلفية، هنا مش واصلة،
هنا بتفرز في الدم، والدم هو اللي بيوصل للنخامية الأمامية. فهنا واصلة للنخامية الخلفية، لأن هنا النخامية الخلفية حتى مش مرسوم فيها خلايا زي دي. ليه؟ لأنها مصدر للتخزين، مصدر للتخزين فقط في هذه المناطق. المناطق دي اللي هي بتخزن الحويصلات في نهايات الأعصاب دي، ثم الأعصاب على طول مباشرتها تنتجها أو تفرزها في الدم، وتذهب عن طريق الدم لمين؟ للخلايا المستهدفة، هنا الكلية، هنا الرحم، وبالتالي الهرمونات دي متكونة هنا، يتم تخزينها في نهايات الأعصاب دي، لكن مكان التخزين العام هو النخامية الخلفية، بما تحويه من دم يصل إلى إيه؟ هذه المناطق. منطقة تحت المهاد تفرز هذه المنطقة عدة هرمونات محررة تسيطر على تكوين وإفراز هرمونات الفص الأمامي للغدة النخامية، وهذه الهرمونات هي هنشوفها مع بعض كده سريعا، واسمها مكتوب عندنا بالاختصار الإنجليزي الموجود في معظم الكتب، وبنكتب الاسم العربي المتعارف عليه في معظم الكتب باللغة العربية. أول هرمون يسمى TSHRH، والR دي يعني releasing يعني محرر، ولذلك نقول الاسم الهرمون المحرر للهرمون TSH، يعني RH الهرمون المحرر لهذا الهرمون اللي هو thyroid stimulating hormone أو الهرمون المؤثر على الغدة الدرقية. فين مكانه عندنا ده في الرسم؟ آدي هنا مكانه عندنا في الرسم، يبقى ده TSHRH، تمام؟ بيعمل إيه؟ تحفيز لإفراز TSH من النخامية الأمامية، عشان TSH ده بدوره هيعمل إيه؟ إفراز لغدة الدرقية هرموناتها اللي بتزيد معدلات الأيض، يعني معدلات الأيض ووظائف الغدة الدرقية متحكم فيها من تحت المهاد عن طريق هذا الهرمون المحرر للهرمون المحفز للغدة الدرقية. يبقى دي الهرمونات أو العوامل المحررة، هنذكرها مع بعض تاني في الكلام اللي هيظهر عندنا هنا، ودي اللي الهرمونات اللي بتتأثر في منطقة الغدة النخامية الأمامية، وده التأثير النهائي العام عندي. تاني هرمون اللي هو الـ ACTHRH، الهرمون المحرر لهرمون ACTH المؤثر على قشرة القذر. ادي الهرمون التاني اللي هو برضو تحت سيطرة تحت المهاد، وخلينا هنا في دقة في الكلام، بنتكلم على قشرة القذر وليس الغدة القذرية كلها، وده يساعد في تنظيم اتزان السوائل، ويساعد الجسم على التغلب على الضغوط نتيجة إفراز الكورتيزول والكورتيكوستيرويدز والألدوستيرون والكلام اللي احنا ذكرناه سابقا. يبقى دي تاني غدة، دي كانت غدة ودي غدة، تاني غدة تحكمهم منين؟ جاي من تحت المهاد عن طريق وسيط يسمى هرمونات المحفزة من النخامية الأمامية. طيب الهرمون الثالث اللي له علاقة برضو بغدة صماء، الهرمون المحفز أو المحرر سوري لهرمون الـ FSH، FSHRH المحفز لتكوين الحويصلة في المبيض. فعندي الـ LH والـ FSH حاطينهم هنا مع بعض، لأن دول بيأثروا على المبيض والتسس في الميل وفي ميل، لكن على أجزاء مختلفة. فهنا عندي اداهم كده كلمة عامة الجنودوتروفيك ريليزنج هرمون، عشان شمل الاثنين دول مع بعض، وريليزنج يعني هيعمل ريليز للال اتش والاف اس اتش طبعا في الميل حاجة وفي الفيميل حاجة، وده الهدف النهائي اللي هو غدد صماء أخرى تفرز هرمونات تانية عشان إنتاج الجاميطات والهرمونات الجنسية الأخرى. الال اتش ار اتش اللي هو الهرمون المحرر للـ LH والمؤثر على الجسم الأصفر في المبيض اللي هو الهرمون الـ LH، يبقى دول برضو مصدرهم واحد، تحكم أو تحرير من تحت المهاد. هنلاقي فيه هرمون مثبط لهرمون البرولاكتين. البرولاكتين ده هدفه أو العضو المستهدف له اللي هو الغدد اللبنية أو غدد خارجية الإفراز في ثدي الأمهات الرضع. هنا عندي بخلاف كل دول محررين للهرمون، ده مثبط، لأن عملية اللاكتيشن أو عملية الإرضاع وحصول الجنين على اللبن برضه له علاقة باستيميوليشن من الجنين نفسه لما بيبتدي إن هو يعمل عملية امتصاص للبن من ثدي الأم،
وبالتالي بخلاف كل الهرمونات محررة ده مثبط لعملية إفراز اللبن في أوقات معينة، هنتكلم عليه بالتفصيل في مقرر الغدة الصماء. آخر هرمون وهو هرمون مهم جدا اللي هو الجروس هرمون ريليزنج هرمون، والجروس هرمون ريليزنج هرمون له تأثير مباشر على إفراز الجروس هرمون، هرمون النمو، من النخامية الأمامية، المجموعة بتاعت النخامية الأمامية كده اكتملت تقريبا. الجروس هرمون هنا الأعضاء المستهدفة كثيرة منها العضلات والعظام والأنسجة الأخرى، لأنه نمو له علاقة بعمليات النمو وتكوين أنسجة جديدة وتعويض الأنسجة التالفة وهكذا، ده تحفيز النمو بمختلف أشكاله، إن شاء الله تعالى نتكلم عليه برضو بالتفصيل. ده المطلوب مننا نعرفه من أسامي الهرمونات في الجزء الخاص بالأساسيات لمنطقة تحت المهاد. ننتقل إلى المنطقة أو الغدة الثالثة وهي الغدة النخامية، الغدة المايسترو الماستر جلاند، تكبير ليها عشان دائما وأبدا نبقى فاكرين هي في الصين، وده موقعها في الجمجمة، طبعا ارتباطها بمنطقة الهايبوثالاموس، وهي عاملة كده زي ما نقول دلاية صغيرة كده شكلها جميل، دي الغدة النخامية. تعتبر الغدة النخامية بمثابة المايسترو، تقريبا انتوا عارفين برضو المعلومة دي وسمعتوها، او القائد. ليه؟ لان شفنا ان هي بتتحكم في جهاز الغدد الصماء باكمله تقريبا، وذلك عن طريق الهرمونات التي تفرزها وتؤثر في عمل بقية الغدد الصماء الاخرى. والشكل التشريحي بيوضح لينا برضو علاقة تحت المهاد بهذه الغدة المهمة، حجمها صغير تقريبا نص جرام في الانسان، تقع في موقع جيد الحماية في بين سقف الفم وقاع المخ، وتعتبر غدة ذات جزئين، ليه؟ في جزء أمامي وجزء خلفي، والنشأة الجنينية مختلفة. النشأة الجنينية يعني تكوينها أثناء نمو الجنين في رحم الأم، جزء منها الأمامي، ده بيسموه الجزء الغدي. ليه؟ لأنه يتكون من خلايا غدية جسدية. الجزء الخلفي بيسموه جزء عصبي لأنه يتكون من خلايا عصبية، ولكن سبحان الله ارتباطهم مع بعض في منطقة واحدة العلماء سموها غدة نخامية، لكن عندنا هنا في فروقات ما بينهم هما الاثنين. الجزء الأول أو النخامية الأمامية يعرف بالجزء الغدي لنوع الخلايا اللي موجودة فيه، وهذا الجزء ينشأ جنينيا من النسيج الطلائي المبطن لسقف التجويف الفمي، سقف التجويف الفمي، الخلايا الطلائية بتكون هذا أو هذه المجموعة من التركيبات الغدية في النخامية الأمامية. وبالرغم من أن النخامية الأمامية تفتقر إلى اتصال تشريحي بالمخ، إلا أنها تتصل به وظيفيا يعني فسيولوجيا، يعني عن طريق مين؟ عن طريق الوصلة من تحت المهاد والتحكم بالخلايا العصب إفرازية عشان تتحكم في هذا الجزء الغدي اللي هو نشأ من خلايا جسدية. الجزء الثاني اللي هو النخامية الخلفية يعرف بالجزء العصبي، ليه؟ لأنه نشأ جنينيا من جزء بطني للمخ من منطقة قريبة من تحت المهاد، ويعني من خلايا القريبة تحت المهاد، وتتصل بالغدة بواسطة ساق تسمى القمع. هنا ما قالش بقى بتتصل بواسطة الايه الخلايا العصب إفرازية، لا، ده هي لأن العصب نفسه نازل لغاية النخامية الخلفية، وهي منطقة تخزين زي ما قلنا، تحت المهاد أو هذه الخلايا العصبية هي المسؤولة عن إفراز الهرمونين اللي احنا قلناهم سابقا. يبقى دي أعصاب تفرز الهرمونات مباشرة في الأوعية الدموية التي تنقلها إلى مين؟ الأنسجة المستهدفة. نرجع تاني ونذكر هنا الأعصاب دي تفرز هرمونات محررة في الأوعية الدموية تذهب للخلايا الغدية عشان تفرز هرمونات. ودي فروقات أرجو أنها تكون واضحة لطلابنا الكرام. طيب، هرمونات النخامية الأمامية نذكرها كده مع بعض. ينتج الفص الأمامي بالرغم من أبعاده الدقيقة 6 هرمونات بروتينية، طبيعتها الكيميائية بروتينية، يعني بتعمل بآليات
الرسول الثاني. من هذه الهرمونات أربعة منها تعتبر محررة أو منشطة، تعمل على تنظيم بعض الغدد الداخلية الإفراز داخل الجسم زي الدرقية وقشرة القزر والمناسل، بينما الهرمون البرولاكتين يؤثر في غدة خارجية الإفراز. وهرمون الأخير النمو له وظائف مباشرة على بعض الخلايا والأنسجة أي المستهدفة، كما هو واضح بالشكل التالي، حطناهم في جدول وحطناهم في شكل عشان تبقى في تنوع عندنا في المعلومة. عندي هرمون النمو وهرمون البرولاكتين 1 و6، دول بيتم إفرازهم عشان أعضائهم المستهدفة مختلفة، لكن الأربع هرمونات التانيين، هرمون منبه للغدة الدرقية هنشوف هنا رقم 2 يبقى بيأثر في غدة، تمام، رقم 3 قشرة القزر بيأثر في غدة، يعني هرمون مع غدة، هرمون مع غدة، 4 و5 الـ FSH والـ LH اللي هو الهرمون المنبه للجسم الأصفر والهرمون المنبه لتكوين الحويصلة، برضو مع غدد الجنسية الصماء اللي بتفرز هرمونات هي كمان. يبقى دول الأربعة اللي ليهم علاقة بالتأثير على غدد صماء أخرى، يبقى أهدافهم غدد صماء، الخلايا المستهدفة غدد صماء. هنا لا، هنا عندي مجموعة من الغدد خارجية الإفراز في غدد ثدي الأم الحامل أو المرضعة، ثم هنا عندي بالنسبة لهرمون النمو عندي نمو العظم، نمو العضلات، تكوين الخلايا الدهنية واستعمالها في عمليات الأيض، يبقى هنا ده تأثير مختلف. يبقى ده التنوع الخاص بالنخامية الأمامية وعلاقتها إن هذه الهرمونات الستة لا يتم إفرازها إلا بمين؟ بالهرمونات المحررة أو العوامل المحررة من منطقة تحت المهاد. طيب الفص الآخر، الفص الخلفي، هذه المنطقة من الفص الخلفي دي منطقة تخزين زي ما قلنا، هي بيجي هرموناتها من منطقة تحت المهاد، هرمونين اللي هم موجودين عندنا في الجدول والشكل، عندنا هرمون المضاد لإضرار البول الـ ADH والأوكسيتوسين الهرمون المنبه لعضلات الرحم. وعندي هنا أوضح العلماء أن هذين الهرمونين يتكونان أصلا في هذه الخلايا العصب إفرازية، تمام، واحد خاص بالهرمون الأوكسيتوسين والتاني خاص بتكوين هرمون المضاد لإضرار البول. ولو دققنا النظر هلاقي عندي هنا في نهايات العصب اللي قلنا واصل للمنطقة الخلفية في إيه عندي؟ في تخزين لهذه الهرمونات، وقت الحاجة إليها بيتم إفرازها في الدم وتذهب. يبقى النخامية الخلفية معتبرة غدة ولكنها مش غدة، هي مكان لإيه؟ لالتقاء المخازن الخاصة بالهرمونين اللي بيتم تكوينهم في منطقة تحت المهاد. وهنا بنقول يتكونان أصلا الهرمونين دول خلايا العصب إفرازية لمنطقة تحت المهاد، ثم ينتقلان هبطين بطول الساق القمع اللي هي المنطقة الوصلة التشريحية اللي بتربط الغدة النخامية الخلفية مع منطقة تحت المهاد في الفص الخلفي للنخامية، ويتم تخزينها إلى أن يتم تحريرها في مجرى الدم. لهذا العلماء يعتقدون أن الفص الخلفي للغدة النخامية لا يعتبر غدة صماء حقيقية، لأنه ما بيعملش أي حاجة من ناحية التكوين، وإنما هو مركز اختزان وتحرير للهرمونين اللي احنا قلناهم، يتم تصنيعهم كليا وتكوينهم وإفرازهم من منطقة تحت المهاد. دي ببساطة فكرة عامة عن هرمونات النخامية الأمامية والخلفية. تبقى عندنا شكل مجمع لهذه المجموعة من الهرمونات. جدول حاطين فيه الهرمونات مع بعضها، اللي عايز يصورها منكم هيحتفظ بيها. النخامية الخلفية، الهرمونين مضاد لإضرار البول، معجل الولادة، العمود الثاني، الجزء المستهدف، وده مهم جدا بنعرفه في دراستنا للغدد الصماء والهرمونات، هو رايح يعمل ايه؟ مضاد لإضرار البول مهمته الكليتين عشان يساعد على تنظيم إعادة امتصاص الماء من الكليتين. هرمون الأوكسيتوسين المعدل للولادة أو المعجل للولادة،
الرحم والثديان، برضو بيساعد في تكوين اللبن في المراحل النهائية من الحمل، ينبه انقباض الرحم وينبه اطلاق لبن ثدي الام بعد عمليات الولادة مباشرة. ثم نيجي للست هرمونات اللي موجودين من النخامية الامامية: هرمون النمو، الاعضاء المستهدفة انسجة كثيرة، العظم والعضلات الهيكلية والاجهزة والانسجة الدهنية، يسبب نمو العظام واعضاء عديدة في مرحلتي الطفولة والمراهقة، ويحسن القوة العضلية في البالغين، ويرفع مستويات السكر في الدم، يحفز الدرقية. خلاص يبقى ايه الهدف بتاعه؟ الغدة الدرقية، عشان يعمل لها ايه؟ ينظم افراز هرمونات الدرقية من هذه الغدة اللي هو السيروكسين وثلاثي ايود السيرونين. الكورتيكوتروبين او الكورتيكوتروبيك هرمون اللي هو الاي سي تي اتش، ده هدفه هيبقى ايه؟ طبعا الغدتان القزريتان، ولكن احنا لازم نكون عندنا دقه ان هو قشره القزريتان، واعتذر ان انا ما كتبتش ده هنا. ينظم افراز هرمون الكورتيزول من الغدتين القزريتين او من قشرتي الغدتين القزريتين الموجودين على الكليه اليمنى والكليه اليسرى. منشط افراز اللبن اللي هو برولاكتين الثديان، ينبه افراز اللبن وانتاج اللبن في غدد الثدي. هرمون محفز الحويصله في المبيضين والخصيتين، في كل واحد بيعمل حاجه، ينبه نمو البويضات في النساء والمنى الحيوانات المنويه في الرجال. هرمون اللوتنا اللي هو ال LH برضو بيستهدف المبيضين والخصيتين، وفي كل واحد بيعمل حاجه، يسبب بقى اطلاق البويضات اللي تم تكوينها هنا ونموها وانضاجها في النساء، وينبه اطلاق التستوستيرون في الرجال. يبقى ده جدول ممكن نصوره عشان بيوضح لينا الهرمونات وترتيبها، عددها، الاعضاء والاجزاء المستهدفه اللي بتقوم بارسال الرساله ليها هذه الهرمونات، ثم الناتج النهائي او الوظيفه اللي بتتحقق من هذه الرسائل الهرمونيه. يمكن كمان عندنا أضفنا هنا صورة لطلابنا الكرام، شكل مجمع بقى للهرمونات مع صور للمناطق أو الأعضاء المستهدفة. هذه تحت المهاد بنذكرها دايما عشان ننبه إن هي مايسترو للصماء للنخامية، والنخامية مايسترو لغدد أخرى. الموجودين الأربعة باللون الأحمر دول غدد صماء لونها باللون الأحمر، عشان نبقى عارفين إن دول بيتم تحفيزهم عن طريق النخامية الأمامية. التي اس اتش بينبه الدرقية، والاي سي تي اتش بينبه قشرة القزر، والاف اس اتش والال اتش بينبهوا المبيضين والخصيتين. يبقى دي الغدة النخامية مايسترو فعلا، لأنها بتؤثر في أربع غدد مهمين جدا في جسمنا. الجروس هرمون أو هرمون النمو زي ما احنا شايفين كده، بناء ونمو الجسم، أجزاء وعضلات وعظم وحاجات كتيرة. هرمون البرولاكتين اللي هو الثدي وإفراز اللبن. النخامية الخلفية اللي أساس الهرمونين دول بيجوا من تحت المهاد، الهرمون المانع لإضرار البول أو تخزين الماء أو إعادة امتصاص الماء، الكلية الهدف بتاعها لأن ده اللي بيخرج منها المية الزيادة، وكمان الرحم أثناء عملية الولادة للأكسيتوسين والرضاعة المباشرة بعد الولادة، تحفيز برضو أثناء انطلاق الأكسيتوسين لعملية تعجيل الولادة واللي شرحناها في التغذية الرجعية الإيجابية. شكل وجدول بنضعهم لطلابنا الكرام، مزيد من التوضيح. بعض الطلاب بيفضل اشكال بتتركز في ذهنه وذاكره، بعضهم بيفضل جداول، بنحاول نساعد بالوسائل التوضيحيه لتيسير الماده العلميه، ونسال الله التوفيق والسداد. ننتقل الى الغده الرابعه اللي هي الغده الدرقيه. والغدة الدرقية عبارة عن تركيب غدي مهم جدا زي ما احنا شايفين، موجود امام القصبة الهوائية اسفل الحنجرة، وعبارة عن حويصلات معينة هنشوفها، لها تركيب بتفرز هرمونين مهمين جدا اللي هي هرمونات الدرقية. الغدة الدرقية هي أكبر الغدد الصماء، أكبر غدد الصماء من ناحية الحجم في جسم الإنسان. توجد في الجزء الأمامي للرقبة، أدي المنظر بتاعها تحت الحنجرة مباشرة، من فصين، فص أيمن وفص أيسر، مرتبطين ببعض ببريدج أو أنطرة ما بينهم أمام القصبة الهوائية. والتركيب ده أدي شكلها الحقيقي
الأول وضعها فعلا في الإنسان بهذا الشكل. هذا التركيب عبارة عن، لو دققنا النظر هلاقيه من الناحية النسيجية حويصلات كثيرة جدا. هذه الحويصلات تسمى الحويصلات الدرقية، يتم داخلها تركيب هرمونات الدرقية T3 والT4 وإفرازها بعد كده في الدم. وما ننساش إن دي بيتحكم فيها مين؟ النخامية الأمامية، عن طريق برضه هرمون محرر بيجي من تحت المهاد. وهذه الغدة مهمة جدا في عمليات الأيض، الهرمونات اللي بتفرزها اللي هي هرمونات الغدة الدرقية، ومحاط بيها شبكة من الأوعية الدموية الكثيرة جدا، عشان مزودة بتدفق دموي عالي جدا عشان تاخد كمية كبيرة من اليود. اليود مهم جدا في تكوين هرموناتها، اليود الغير عضوي أو غير العضوي، من ملح الطعام اللي بناكله، من المية و حيث يغذيها ويتحد مع حمض أمين يسمى التيروسين عشان يركب لي المركب العضوي المهم اللي هو T3 والT4. عندي هنا الهرمونات ثلاثة، خلينا نركز دلوقتي مع ثلاثي أيود السيرونين والسيروكسين T3 وT4. وقلنا لو دققنا النظر T3 والT4، 3 يعني ثلاث ذرات يود اللي هم موجودين عندي في T3، ادي واحدة اتنين تلاتة، والT4 واحد اتنين تلاتة أربعة، مرتبطين بالحمض الأميني التيروسين، اتنين جزء من التيروسين مع أربعة يود. عشان كده اليود مهم جدا إن هو يتم سحبه من الدم، عشان بدون يود مش هيتم تكوين الهرمون وإفرازه، مش هرمون فعال. الهرمونات زي ما قلنا سلسلة من أحماض أمينية مرتبطة باليود، خاصة السيروكسين ويحتوي على أربع ذرات يود، وده الرمز بتاعه، ثلاثي أيود السيرونين يشبهه في التركيب ولكن يحتوي على ثلاث ذرات يود، والأكثر إفرازا T4 والأكثر استخداما في الخلايا T3 زي ما شرحنا قبل كده. وهذا الهرمون زي ما قلنا بيتكون بكميات أقل من السيروكسين وبتفرزه الغدة بكميات أقل. الهرمون الثالث أجلناه ليه؟ لأنه مختلف تماما عن الهرمونين دول، يسمى الكالسيتوناين، وهو هرمون عديد البيبتيد، بقى مش مكون من امينات، مش من احماض امينيه، ده مكون من 32 حمض اميني. اللي عندي هنا T3 والT4 اثنين حمض اميني بس، اللي هو التيروسين مع تيروسين، وبزود عليهم ثلاث ذرات يود هنا، وبزود اربع ذرات يود هنا، مع تركيب بسيط او اختلاف بسيط في السايد تشين او الوحده الجانبيه اللي موجوده كيميائيا. لكن الكالسيتوناين هو هرمون عديد البيبتيد بيفرز من خلايا تسمى خلايا سي، بتبقى موجودة بجوار الحويصلات هنا، منفصلة تماما عنها، ولكنه بيبتيدي يتكون من 32 حمض أميني، وده يجعله مختلف عن الهرمونين الغالبين من الثيرويد جلاند أو الغدة الدرقية. طيب ايه اللي عايزين نعرفه بقى من الغدة الدرقية؟ يتم تنظيم معدلات العمليات الأيضية في أغلب الأنسجة بواسطة هذه الهرمونات، خصوصا هرموني ثلاثي أيود السيرونين والسيروكسين، عشان بس ننفي الكالسيتونين ملوش علاقة بإيه بهذه الأمور، رغم إن هو جاي من نفس الغدة ولكن من خلايا أخرى. هذه الهرمونات T3 والT4 أهم مظاهر نشاطها لها منبه قوي، لها تأثير منبه قوي على المعدلات الأيضية اللي هي البناء والهدم في كل خلايا الجسم تقريبا، من خلال تحفيز معدل الأيض العام الأساسي للجسم اللي هو زيادة معدل استهلاك وإنتاج الطاقة أثناء عمليات النمو وعمليات التطور في الإنسان. هنا عندنا بيقول لي الهرمونات الغدة الدرقية اللي هي المجموعة اللي هنا، طبعا هنا بنتكلم عن مين؟ T3 والT4، تمام، ملناش دعوه بالتالت. الهرمونات الدرقيه زياده في الايض، النمو والتطور، وليها برضو تاثير على زياده افراز الكاتيكولامينات من نخاع القذر. بيذكرني ان تحت المهاد مسيطر من خلال هرمون اسمه محرر، مسيطر على مين؟ على النخاميه الاماميه في الجزء الخاص بافراز الهرمون المحفز، لمين؟ للغده الدرقيه. وفي عندي تحكم بالتغذيه الرجعيه السالبه ما بين الدرقيه والنخامية، وقلنا ده اللي بيسمى الشورت لوب أو التحكم القصير، واللونج لوب أو التحكم الطويل بالتغذية الرجعية السالبة اللي شرحناها المحاضرة الماضية، له علاقة بتحت المهاد مباشرة.
تعمل هذه الهرمونات على تعزيز النمو الطبيعي للجسم ونمو الجهاز العصبي للحيوانات النامية، وكمان نمو المخ بالنسبة للأطفال أو الأجنة في بطون أمهاتهم. الهرمون الثالث بقى اللي لسه ما ذكرناش عنه حاجة، اللي هو الكالسيتونين، يعمل على خفض مستويات الكالسيوم في الدم. نحفظ دي عشان في هرمون بيعمل عكسه، ده خفض مستويات الكالسيوم في الدم، يبقى المحفز لإفرازه مين بقى؟ الكالسيوم، ملوش علاقة بالهرمون المحرر أو الهرمون المحفز. دول خاصين بمين؟ بالتي 3 والتي 4. لكن التحفيز الكالسيتونين هو مستوى الكالسيوم في الدم، كلما زاد مستوى الكالسيوم في الدم يزيد إفرازه. ليه؟ لأن هو لازم يعمل على خفض هذا المستوى. كويس؟ ويتم إنتاجه من خلايا متخصصة في الغدة الدرقية تعرف بالخلايا سي أو سي سيلز. يتم إفراز هذا الهرمون بقى كاستجابة لزيادة تركيزات مستوى الكالسيوم في الدم، يبقى ملوش علاقة بقى تحكم هرموني أو تحكم عصبي. فيقوم الكالسيتونين بخفض مستوى الكالسيوم في الدم عن طريق إيه؟ عن طريق تثبيط عملية تآكل العظام بالخلايا الملتهمة للعظم، وبذلك يمنع تدفق الكالسيوم من العظم إلى الدم. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا عارفين إن عظم جسمنا القوة والصلابة بتاعته لأنه مركب من إيه؟ من تركيب كده اللي هو بيسموه تركيب جيري أو تركيب كالسيوم، كالسيوم كربونات موجود عندي بيعمل الخلايا العظمية اللي بتديني الصلابة. فالعظم يعتبر بالنسبة لي إيه؟ مخزن للكالسيوم، مخزن مهم جدا للكالسيوم، ودي من أحد وظائف العظام بعض الكتب الفسيولوجية بتذكرها، لأن الكالسيوم مهم في وظائف حيوية كتيرة زي ما شفنا وإحنا بنتكلم وبنشرح إطلاق الهرمون نفسه، الهرمونات البروتينية من مخازنها عن طريق الكالسيوم. الكالسيوم بيخش عشان يحفز الحصيلات تروح على الأغشية لو نفتكر مع بعض. فالكالسيوم كمان مهم في الإشارات العصبية، في تحرير النواقل العصبية، مهم في انقباض العضلات. فالكالسيوم أي مهم، عنصر مهم في جسمي، ولذلك الجسم بيحتفظ بجزء منه في العظم، بيقوي بيه العظم رقم واحد. لكن لو الجسم محتاجه، في عندي خلايا ملتهمة، الخلايا الملتهمة دي خلايا عظمية ملتهمة بتجدد العظم عندي وتديله صلابة مستمرة، ودي آلية تانية نبقى نتكلم عنها إن شاء الله في حينها. ولكن هذه الخلايا لما بتيجي الملتهمة، لما بتيجي تاكل في العظم عشان تجدده، فبيحصل تحرير للكالسيوم اللي موجود في الخلايا اللي بيتم هدمها. فالكالسيوم ده هيروح فين؟ هينزل للدم. تمام؟ ده بيؤدي إلى إيه؟ إلى زيادة مستوى كالسيوم الدم بعد خفضه، كان اتخفض لأي سبب من الأسباب. تمام؟ فالكالسيتونين يروح على مين بقى؟ يروح على الخلايا اللي بتاكل العظم في اللي بتجدد ده، بيمنع مين؟ تدفق الكالسيوم من العظم إلى الدم، مما يؤدي إلى حماية الجسم من أي زيادة خطيرة في مستوى الكالسيوم. يبقى هنا الخفض ان هو يقلل تحرره من خلايا العظم، يقلل تحرره من خلايا العظم عن طريق ايه؟ الخلايا اللي بتحرره هي الخلايا الملتهمه اللي بتهدم في العظم وتخلي الكالسيوم حر فيخرج في الدم فتثبط عملها. ده اساسي في هذا الايه، الجزء الخاص بالكالسيتونين والتي 3 والتي 4. الجزء الخاص بالإفراز للتي 3 والتي 4 برضو بنذكره هنا وإحنا شرحناه قبل كده. يسيطر الهرمون المنشط للدرقية اللي هو التي اس اتش، اللي بيتم تحريره بواسطة الهرمون المحرر من تحت المهاد ده من النخامية الأمامية على السيروكسين والسيرونين فقط، ملوش دعوة بالكالسيتونين. يتحكم الهرمون تي اس اتش ايضا في الدرقيه من خلال مثال بديع لآلية التغذيه الرجعيه بيدرس في كل الكتب. اذا انخفض مستوى السيروكسين في الدم تتحرك وتنطلق كميه اكبر من تي اس اتش من النخاميه الاماميه، ويحدث العكس مع الضخ المنخفض لهذا الهرمون، ويحدث تحفيز للدرقيه ويعود السيروكسين لمستواه الطبيعي في الدم. يستلزم التحكم في نشاط الدرقية عامل آخر وهو الهرمون المحرر من منطقة تحت المهاد. فهنا رسم لي علاقة بشكلين، تحت المهاد بيفرز الـ TRH الهرمون المحرر لمين؟ للهرمون المحفز، محرر للهرمون المحفز، وينتقل عن دم عن طريق النخامية الأمامية، النخامية الأمامية تفرز الهرمون المحفز لمين بقى؟ للدرقية، ينتقل عبر الدم إلى الغدة الدرقية. أدي هنا هرمونات تؤثر في هرمونات تؤثر في هرمونات. تمام؟
خلاص تم افراز التي 3 والتي 4، راحت لمين؟ للخلايا عشان تعمل زياده في الايض، نمو وتطور، زياده في تاثير الكاتيكولاملات. طيب ايه اللي بيحصل بقى في التغذيه الرجعيه السالبه؟ نبص على الشكل اللي جنبنا هنا. اللي بيحصل عندي ان منطقه تحت المهاد بتفرز الهرمون المحرر اللي احنا بنقول عليه هنا تي ار اتش، للهرمون المحفز للدرقيه، تمام، من النخاميه. فهنا عندي ادي منطقه تحت المهاد، العصب الخاص بافراز التي ار اتش يروح على مين؟ على النخاميه الاماميه، تمام. خلاص طب راح هنا، هننقل للصوره دي بقى. النخاميه الاماميه هتفرق زي التي اس اتش، يبقى ادي التي ار اتش وادي التي اس اتش، معلش احفظهم بالانجليزي اسهل. النخاميه الاماميه تفرز الهرمون المحفز لمين بقى؟ للدرقيه اللي هو التي اس اتش. تي ار اتش اتنقل في الدم، حفز النخاميه الاماميه، الجزء الخاص من الست انواع من الخلايا الغديه، عشان تفرز لي التي اس اتش. تي اس اتش هدفه مين؟ ثيرويد جلاند، بس مين بقى؟ الفوليكل فقط، اللي هي الخاصه بافراز التي 3 والتي 4. زياده تركيزات الهرمونات التي 3 والتي 4 افرازها وتزيد في الدم، تفرز وتزيد في الدم، وبالتالي هيحصل ايه بقى عندي؟ هيحصل ان التي 3 والتي 4 لما تركيزاتهم بتزيد هيحصل اتزان داخلي لهذه الهرمونات، بيحصل لها وضع طبيعي، وكمان له علاقة بدرجة حرارة الجسم، وده مؤثر آخر لعمليات الإفراز، لأن التي 3 والتي 4 بيعملوا عمليات إيه؟ زيادة في الأيض، وزيادة في الأيض ده بيعطي الجسم مركبات طاقة كتيرة وشعور بالدفء والحرارة، وده في أثناء البرد بيبقى له دور مهم جدا في إمداد الجسم بالحرارة عن طريق إطلاق هذه الهرمونات. يبقى استعادة الاتزان الداخلي نتيجة الزيادة في الإفراز إشارة عكسية بقى، دي الإشارة العكسية، تمام؟ الإشارة العكسية عشان تروح تعمل إيه؟ تعمل نوع من أنواع التثبيط للتي ار اتش وتثبيط للتي اس اتش وتثبيط للثيرويد. طب حصل اختلال في الاتزان الداخلي، نقص تركيزات الهرمونات تي 3 والتي 4 في الدم، او انخفاض درجه حراره الجسم، تؤثر تاني فين؟ في السايكل دي وتستمر. فهنا عندي نوعين من المحفزات الرئيسيه عشان السايكل دي او الدائره دي تكتمل، اللي هو التركيزات التي 3 والتي 4، واحد العوامل الخارجيه درجه حراره البيئه الخارجيه ودرجه الحراره اللي المفروض تكون ثابته عندي في جسمي 37. ان شاء الله يكون لنا نصيب ونشرح اكتر تفصيلا في الجزء الخاص بمحاضرات الغدد الصماء لوحدها. يتبقى عندنا في المجموعة أو الجزء ده أو المحاضرة العاشرة الغدد الأخرى اللي موجودة عندي مع الغدد الدرقية. دي منظر ظهري، لأن الغدد الجردلقية اللي هما الأربع حبات اللي هما باللون الأصفر، الأربع حبات دول غدة 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 غدة، الأربعة دول منفصلين تماما ولكنهم مشابهين في التركيب، وبيفرزوا هرمون وحيد اسمه الباراثورمون، موجودين على الناحية الخلفية من الغدة الدرقية. يعني أنا بصيت من الأمام كده لرقبة حد وتخيلت كده أنا بشوف الغدة الدرقية، مش هشوف دول، دول موجودين في الخلف. طيب الغدد الأربعة دول مسؤولين عن إيه؟ الغدد جارد درقية، أربع غدد صغيرة، أدي شكلهم أهو، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، موجودين على الناحية الخلفية، تمام؟ وكبرنا واحدة منهم نسيجيًا عشان نشوف بقى هنا منفصل خالص نسيجيًا عن الحويصلات بتاعة الدرقية، ولذلك تركيبهم أربعة أربع أقطاب موجودين عشان أبين إن دي تركيب نسيجي مختلف، واللي بيوضح لنا ده طبعًا إن وأنا بدرس نسيجيًا وأعرف وظيفيًا الهرمون اللي بيفرز والأنسيج المسؤول عنه وإيه اللي بيحفزه، ده بيجمع معلومات كتيرة علمية بتصلنا جاهزة كده عشان نفهم ما يحدث في هذه الفسيولوجيا الخاصة بالهرمونات والرسل الكيميائية. يبقى أربع غدد صغيرة موجودة على الأقطاب العليا والسفلى للغدة الدرقية على السطح الخلفي زي ما قلنا، بتفرز هرمون وحيد بيسمى الباراثورمون المهم لحفظ توازن الكالسيوم. حفظ توازن الكالسيوم، احنا لسه كنا قايلين كالسيتوناين من الدرقية بيعمل ايه؟ بيخفض مستوى الكالسيوم، يبقى لازم يكون عندي هرمون يعمل عكسه،
يرفع مستوى الكالسيوم. ليه؟ لأن حفظ التوازن معناه إيه؟ إن يكون الكالسيوم في مستوى اللي الجسم محتاجه، لا هو عالي ولا هو واطي. لو هو عالي هيبتدي الكالسيتونين يخفضه، نفرض إن هو انخفض على المستوى الفسيولوجي الطبيعي، يرجع الباراثرمون يزوده، زاد على المستوى الطبيعي، يرجع الكالسيتونين يخفضه، وهكذا. فهنشوف مع بعض العلاقة دي كمان بشكل جميل. من ناحية الكيميائية، هو هرمون عديد البيبتيد وإطلاقه من الغدة برضو منظم بمستوى تركيز الكالسيوم زي من الكالسيتونين في بلازما الدم. حيث أن هنا بقى العلاقة عكسية، انخفاض مستوى الكالسيوم يؤدي إلى ارتفاع مستوى الهرمون والعكس صحيح. ده مختلف عن إفراز الكالسيتونين بأن الاتنين مرتبطين مع بعض تناسب طردي. لهذا فإن إفراز هرمون الباراثورمون ليس تحت السيطرة العصبية أو السيطرة بأي هرمون، تمام؟ بنأكد على المعلومات دي عشان نشوف التنوع في السيطرة والتنظيم، وده اتكلمنا عليه في المحاضرة السابقة الجزء الثاني المحاضرة التاسعة. فهو يقوم بالحفاظ على المستوى الطبيعي للكالسيوم، شوفوا المستوى الطبيعي اللي هو ايه؟ اتزان الكالسيوم في الدم طبعا، يعني الدم هو اللي هيوزعه، العضلات عايزة، الجهاز العصبي عايز، الدم عايز، كالسيوم موجود، وذلك بالاشتراك مع مين؟ هرمون الكالسيتونين من الدرقية وذكرناه سابقا. طب هنشوف مع بعض العلاقة دي بتمشي ازاي وايه اللي بيحصل. الباراثورمون يرفع مستويات الكالسيوم في الدم، يبقى عكس الكالسيتونين، وبذلك يعمل عكس هرمون الكالسيتونين الذي يفرز من الدرقية. الباراثورمون عشان يعمل كده بيعمل ايه؟ يعمل او يقوم الباراثورمون بالتحكم في مستويات الكالسيوم في الدم عن طريق واحد، انا عايز ارفع التركيز، يعني ازود كميته في الدم، فهدور على المصادر اللي تخليني ازود كميته في الدم. زيادة امتصاص الكالسيوم من الامعاء من المصادر الغذائية، طبعا ده مصدر مهم جدا للكالسيوم، الاكل اللي بناكله والمواد الغذائيه اللي غنيه بالكالسيوم زي الالبان والجبن واللحوم و طبعا هيحصل امتصاص بالشيء الطبيعي ان بعد الوجبه الغذائيه يمتص الكالسيوم زيه زي بقيه المواد اللي بتمتص من الامعاء. ولكن لو الجسم محتاج كم كالسيوم كتير فهيحصل زياده في الامتصاص، مش امتصاص طبيعي، زياده في الامتصاص. ليه؟ عشان ارفع مستواه في الدم. كمان التحكم في كمية الكالسيوم اللي قد تخرج عن طريق الكلية مع البول، لا أنا محتاج الكالسيوم ما يخرجش مع البول، تمام؟ لكن لو الكالسيوم عالي قوي ممكن يخرج مع البول. كمان تحرير الكالسيوم من العظم عكس الكالسيتونين وخروجه إلى بلازما الدم. فاكرين لما كنا بنشرح الخلايا الملتهمة اللي هي بيتم تثبيطها من هرمون الكالسيتونين بتاع الدرقية عشان ما تخليش كالسيوم ينزل في الدم، هنا العكس، هنا يحفز الخلايا الملتهمة عشان تاكل في العظم عشان تنزل لي كالسيوم اللي هو مكون رئيسي في صلابة العظم عشان يخرج لمين؟ يخرج للدم، تمام؟ نبص هنا على الشكل الجميل ده اللي هو قلنا نحطه عشان برضه نبقى احنا بنقول معلومة كده طيبة لطلابنا نربطها مع بعض. تنظيم الاتزان الداخلي، الاتزان الداخلي المستويات الطبيعية لتركيزات الكالسيوم في الجسم. فأنا عندي إيه اللي بيحصل هنا؟ الاتزان الداخلي المستويات الطبيعية للكالسيوم في الجسم دي النسب 8.5 ل 11 مللي جرام على الديسي لتر. طب ده هناخده هو المركز بتاعنا. ده المركز بتاعنا عشان نفهم الشكل ده ماشي إزاي. هذا الاتزان الداخلي قد يزيد أو قد يقل. طيب إذا حصل اختلال، نمشي مع السهم ده. إذا حصل اختلال في الاتزان الداخلي نتيجة ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم، ده هيحفز مين؟ الغدة الدرقية تفرز هرمون الكالسيتونين. مهمته إيه؟ إن أنا عايز الارتفاع ده يرجع تاني للوضع الطبيعي. فهيعمل إيه الهرمون ده لما يتم إطلاقه؟ هيروح على الكليتين يخليها تخرج الكالسيوم شوية من الدم اللي هو عالي في الدم، تخرجه من البول، تخرجه سري مع البول. كمان ترسيب الكالسيوم في العظام اللي هي تثبيط الخلايا الايه الاسيتوكلاست اللي هي او الاوستيوكلاست اللي هي الخلايا الملتهمه، تمام؟ يخلي الكالسيوم يقعد في العظم، اوكي؟ يبقى يمنع عمليه بقائه في الكليه او اعاده امتصاصه ويزيد من خروجه من
الايه الكليه مع البول، وبالتالي لو انا بخرج كالسيوم كتير بره جسمي يبقى الارتفاع كده مع الوقت هينخفض، لو بخليه في العظم وبرسبه زياده يبقى هاخده من الدم واعمل له ايه زياده في المخزون داخل العظم. مع مرور الوقت هيحصل ايه؟ مستويات الكالسيوم تقل في الدم. لو المستويات دي هننزل مع السهم ده قلت في الدم ووصلت الاتزان الطبيعي خلاص يتوقف الامر عند كده. نفرض ان هذا المستوى قل عن الوضع الطبيعي، هيجي على طول السهم ده يروح اختلال في الاتزان الداخلي، انخفاض في مستوى الكالسيوم. انخفض يبقى محفز لمين بقى؟ الغدد الجاردرقية عشان تفرز لي مين؟ الباراثورمون. ده هيعمل الثلاث حاجات اللي قلناها، الهدف بتاعه خلايا مختلفة، تحرير الكالسيوم المخزون في العظم عكس هنا، ده كان ترصيب، ده تحرير. تنشيط الخلايا، دي الخلايا كانت تصبط، هنا هتنشط عشان تحرر لي كالسيوم، ولما يتحرر كالسيوم هينزل في الدم فيزيد. الطريقة الثانية تعزيز إعادة امتصاص الكالسيوم من كليتين، هنا كان زيادة إخراج الكالسيوم، لا ده أنا برجعه من عملية الفلتريشن أو عملية الفلترة اللي بتحدث أثناء إخراج المية الزيادة مع المواد اللي عايزة تخرج، برجعه لفين؟ للدم عشان أزود مستويات الكالسيوم. الحالة الثالثة بدور على المصدر الرئيسي اللي جاي لي من الأكل، بحفز امتصاص الكالسيوم من القناة الهضمية. يبقى الثلاث أشياء دول مهمين جدا، أو الثلاث طرق دول مهمين جدا، الباراثورمون بيتخذهم عشان يرجع يزيد مستويات الكالسيوم في الدم. تزيد عشان تروح لفين؟ مش تزيد قوي، المفروض ترجع لمين؟ الاتزان الداخلي. نفرض بقى ان زادت عن كان في كالسيوم كتير موجود في الاكل وزادت عن الوضع الطبيعي، يرجع السايكل تمشي في اتجاه مين؟ الكالسيتوناين. ارجو انها تكون واضحه، نموذج لتنظيم الاتزان الداخلي في او للكالسيوم من خلال علاقه الغده الدرقيه بهرمونها الاساسي الكالسيتوناين، والغدد الجاردرقيه بهرمونها الوحيد الباراثورمون. كما تعلم في آخر شريحة عندنا في المحاضرة دي حطينا برضو جمعنا الهرمونات الدرقية والجار درقية مع بعضهم، وقلنا العضو المستهدف والوظيفة النهائية. عندي السيروكسين والثلاثي أيدوسيرونين اللي هم ما لهمش علاقة بالهرمون الثالث، لهم علاقة بعمليات الأيض، دول وظيفتهم الأساسية خلايا الجسم المختلفة عمليات الأيض الكتيرة، وينبه استهلاك الخلايا الأكسجين، زيادة معدلات الأيض الأساسي، ينظم الأيض في الخلايا، ضروري للنمو والنضوج الطبيعيين للجهاز العصبي والعظم والعضلات وهكذا. كمان الثلاثي وظيفته مشابهة للسيروكسين، وإن شاء الله نشرح لكم ده بالتفاصيل في الغدد الصماء المقرر الخاص بهذا العلم الكبير الجميل. كالسيتوناين زي ما ذكرنا مهمته خفض مستوى الكالسيوم في الدم وإعادة الاتزان الداخلي له، والهدف بتاعه الرئيسي العظام، يساعد على تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم وبناء قوة العظام، لأنه بيحافظ على الكالسيوم يفضل في العظم ويثبت الخلايا اللي بتكسر خلايا العظم وتنزل كالسيوم في الدم، فهو برضه عنصر مهم في صلابة العظام. الباراثورمون بقى اللي هو من غدد جاردرقية، الهدف بتاعه الرئيسي العظام ثم الكليتين، ينظم مستويات الكالسيوم والفوسفات في الدم والعظام خلال الآليات اللي احنا شرحناها مع بعض. تلخيصا في هذه المحاضرة الطيبة اللي ابتدينا فيها الكلام عن الغدد الرئيسية الصماء في الثدييات وفي الإنسان، وقلنا ده هنكلم عموما ان ده يمثل الفقريات عموما، تكلمنا عن نبذة بسيطة عن هذه المجموعة من الغدد، بدأناها بالغدة الصنوبرية هرمون الميلاتونين، غدة أو منطقة المهمة تحت المهاد اللي فيها أعصاب هرمونية إفرازية بتفرز لمجموعة من الهرمونات المحررة لبعض الهرمونات اللي بتتكون داخل الغدة النخامية الأمامية، شفنا أهميتها وشرحنا أكتر من مرة الوصلة المهمة ما بين
الجهاز العصبي والجهاز الغدد الصماء من خلال تحت المهاد والغدة النخامية الأمامية. كمان الهايبوثالاموس بيفرز هرمونين مهمين جدا بيتم إفرازهم، بيخزنوا وإفرازهم من النخامية الخلفية اللي هو الأكسيتوسين، والهرمون المانع لإضرار البول أو المحافظ على كمية المية في الجسم. ثم انتقلنا بعد كده للغدة المايسترو، الغدة النخامية، قلنا إن هي الفص الأمامي مهم جدا في إفراز 6 هرمونات، منهم 4 بيؤثروا في هرمونات أو في غدد أخرى، غدة الدرقية، قشرة القزم، المبيض والخصيتين في الذكر والأنثى. ثم قلنا في هرمون النمو يؤثر على أنسجة كتيرة جدا بما إنه بيعمل عمليات نمو، والهرمون البرولاكتين. وانتقلنا بعد كده للغدة الدرقية وقلنا بتفرز 3 هرمونات، T3 والT4، هرمونات أيض، هرمونات زيادة في استهلاك الأكسجين وزيادة معدل الأيض الأساسي، يتحكم في إفرازهم TSH ومن وراءه TRH، وفي تغذية رجعية ما بين هذه المجموعة من الهرمونات والتأثير العام مع درجة الحرارة بتخش كعامل خارجي، درجة حرارة الجسم الداخلية والخارجية. وهرمون ثالث بيفرز من هذه الغدة الكالسيتونين، مهمته خفض مستوى الكالسيوم في الدم. ثم انتقلنا للغدد الجار درقية، 4 موجودين مطمورين نسيجيا في الغدة الدرقية، بيفرزوا هرمون وحيد الباراس هرمون بيساعد في إعادة الاتزان الداخلي لأيونات الكالسيوم، هرمون مهم جدا كالسيوم في وظائف كتيرة، من خلال تأثيرهم على تأثير هذا الهرمون على العظم اللي هو عايز يرفع مستوى الكالسيوم في الدم، بيساعد على تحرير الكالسيوم من العظم، بيساعد على زيادة امتصاصه من القناة الهضمية أو الأمعاء الدقيقة وعدم خروجه مع البول، وبالتالي يحدث اتزان شرحناه من خلال صورة جميلة لاتزان الكالسيوم من خلال تعاون الكالسيتوناين والباراسيرمون. أرجو أن يكون في العجالة السريعة دي وفي المعلومات البسيطة الخاصة بهدف المقرر اللي هو الأساسيات، تعرضنا ل الغدد الصماء اللي اتكلمنا عليها والهرمونات الرئيسية فيها، وإن شاء الله بنوعدكم مع جزء خاص بالغدد الصماء يكون عندنا بقى تفصيلات لهذه الوظائف وهذه الهرمونات المهمة. إن شاء الله نلتقي في المحاضرة 11. أطرنا معكم في المحاضرة دي، نسأل الله القبول منا ومنكم والعلم النافع الذي يهدينا للخالق رب العالمين، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.